السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: سجود التلاوة هل هو مشروع في أوقات النهي؟ أي نعم، لأنه تابع للتلاوة، كما تجوز التلاوة في وقت النهي كذلك سجود التلاوة إذا مر بآية سجدة يسجد. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.